شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022. شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه المحققين لانجازات رياضيه على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضه للقوات المسلحه واوائل الدور الرياضي للقوات المسلحه للعام التدريبي 2021 2022 وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه، وقاده الافرع الرئيسيه، وعدد من قاده القوات المسلحه، ورئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه، والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضه والاعلام. بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من اعداد اداره الشؤون المعنويه، تناول نشاه وتاريخ جهاز الرياضه للقوات المسلحه. مرورا بالانجازات التي حققها ابطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومه الرياضيه ورفعه رايه الوطن والقى اللواء اركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضه للقوات المسلحه كلمه اكد خلالها ان ما حققه لاعبو جهاز الرياضه للقوات المسلحه من انجازات مشرفه لمصر ياتي نتيجه للدعم المتواصل الذي تقدمه القياده العامه للقوات المسلحه للارتقاء بالمنظومه الرياضيه والاهتمام ببناء قاعده من الابطال الرياضيين. وقام القائد العام للقوات المسلحه بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضيه والابطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدوره العاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولاعبي ولاعبات انديه المؤسسات العسكريه ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدوليه والافريقيه والعربيه والدور الرياضي للقوات المسلحه للعام التدريبي 2021 2022 ونقل الفريق اول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للابطال الرياضيين وللاجهزه الرياضيه والاداريه مؤكدا اعتزازه بابناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من انجازات رياضيه عالميه وافريقيه وعربيه اكدت قدره المصريين على تخطي الصعاب مشيرا الى ان الشباب هم مستقبل الامه وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجدده، وأكد القائد العام للقوات المسلحه على أن الرياضه تعد من أفضل القيم الإنسانيه التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات، وأنها تجسيد حقيقي للعزيمه والإصرار والإراده القويه، وأن القوات المسلحه تسعى دائما لإنشاء منظومه رياضيه متكامله داخل القوات المسلحه. لتاهيل البراعم الرياضيه من خلال المدارس العسكريه الرياضيه فضلا عن التعاون المستمر مع وزاره الشباب والرياضه وغيرها من الصروح الرياضيه